تحصى للعربية للأخبار الوطنية والدولية. السلام عليكم. فضلا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، ودعما لنا بالاستمرار في نشر الحقيقة والأخبار الصادقة. ونستهل جولتنا الإخبارية بأهم الأخبار والأحداث الوطنية والدولية. جدد جلالة الملك محمد السادس التأكيد على تعليماته لوزيري الداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية. بلاغ للوزارتين ذكر أن جلالة الملك كان قد أكد في عدة مناسبات بما في ذلك أمام رؤساء دول أجنبية التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل، حيث تم وضع آلية تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان لا سيما فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت عن عودة عشرة القاصرين إلى المغرب. افتح مؤمن. موقف المملكة المغربية ثابت وصريح وواضح فيما يتعلق بهذا الملف وعلى أعلى المستويات. جلالة الملك كان قد أكد في عدة مناسبات بما في ذلك لرؤساء دول أجنبية التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القاصرين الغير مرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل. وأوضح بلاغ مشترك للداخلية والخارجية المغربيتين أنه تم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان ولا سيما فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب. وأضاف المصدر ذاته أن جوانب البطء المسجلة في تجسيد هذا التعاون تتعلق أساسا بعوائق مصدرية إدارية وقضائية معقدة في بعض البلدان الأوروبية، موضحا أن المغرب هو البلد الأول المعني من قبل بعض دوائر المجتمع المدني وحتى شبكات إجرامية تتخذ من الظروف في الهشة المزعومة للقاصرين ذريعة لاستغلالهم. وأكد البلاغ أن المغرب مستعد للتعاون كما دأب على ذلك مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية، مشيرا إلى أن المملكة تأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والبلدان المعنية من تجاوز الإكراهات المصدرية لتسهيل هذه العملية. وتبع البلاغ أن المغرب يأسف مجددا لاستخدام قضية الهجرة بما في ذلك قضية القاصرين غير المرفوقين كذريعة للالتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا المعروفة أسبابها وجوهرها. وخلص البلاغ إلى أن السلطات المغربية تحتفظ بالحق في أن تقدم في الوقت المناسب الردود المناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها. للإطلاع على المزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا الخبر تابعوا معنا على نفس قناتكم حصاد العربية أخبار وطنية ودولية، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. انتظرونا في موعد قريب.